مسائل يعني مأكدة ما كتعرفش لازيتروميسين، هذاك الانتيبيوتيك اللي كاملين بينات عشرنا معاه، هاد الايمان اللي كناخده مرة واحدة في النهار مدة 3 ايام. اول حاجة اللي خصكم تعرفوه هي ان خصو يتاخد ساعة قبل الماكلة ولا ساعتين بعد الماكلة، لان الماكلة كتأثر على لابسوغسيون ديالو. ثاني حاجة كاين ادوية اللي كيأثروا على لابسوغسيون ديالو اوسي، بحال مثلا لا ديكوكسين ولا لي زانتيكواغولون، ما تاخدوش في نفس الوقت مع دي زانتياسيد هادوك الادويه ديال الحموضه، لان كتنقصوا من الفعاليه ديالو. تعرفوا بلي الدواء ديال لا ميغرين حتى هو كيأثر على الفعاليه ديالو. واحد الحاجه اللي مهمه بزاف ما كناخذوهش بلا ما يعطينا الطبيب، لان لو فيت نبقاو نستعملوا بزاف لي زانتيبيوتيك جعل بلي تكون كاينه واحد لا ريزيستانس كبيره لي زانتيبيوتيك، وهذا ضد الصحه ديالنا، لان النهار اللي كنحتاجوا الدواء ما كيقدرش فينا المفعول اللي كنتمنوا، لان كيكون الجسم ديالنا تسمس به. اذا دائما تفكروا بلي اي انتيبيوتيك ما عمره ما كيتخد بدون استشاره طبيه.